بيقال إن العهد القديم هي قصة وعد، وإن العهد الجديد هو تتميم لهذا الوعد. إيه ده، لغز ده ولا إيه؟ تيجوا نعرف الحكاية من القسيس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر. أهلا بيك يا حضرة القسيس، ضيف عزيز علينا جدا. شكر جدا. العهد القديم بيقولوا إن قصة وعد، والعهد الجديد هو تحقيق هذا الوعد. لكن قبل ما نتكلم ونشوف ايه الوعد وايه ازاي يتحقق، انا عايزه اخد نبوتين النهارده. الحقيقه مسار جدال، وهنبتدي فيهم على طول. في متى اصحاح واحد، اول اصحاح في متى، عدد 21 ل 23 بيقول كده: عن ميلاد المسيح فستلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وتكمله الايه معاك، يقال ان متى اقتبس الآية دي من سفر إشعياء، في إشعياء 7:14: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. الكلام اللي اقتبسه متى، الكلام ده ما بيتكلمش عن المسيح. هتقولي ليه؟ علشان هو فوق حضرتك لو قريت عدد 10: ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا. الله هنا بيكلم أحاز. ازاي بيكلم أحاز وراح اقتبس متى عن ان دي بتتكلم عن المسيح؟ لو فتحنا مع بعض النبوة في إشعياء 7، ايوه، علشان برضو نفسي اعمل توضيح للمشاهد حوالين الموقف كله، او جت امتى النبوة. بيقول كده: حدث في ايام أحاز ابن يوثام ابن عزية ملك يهوذا، أن رصين ملك أرام صعد مع فقح ابن رماليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له: قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لإشعياء، خد بالك الموقف حصل ايه، ان احاز ملك يهوذا اتعاونوا عليه اتنين ملكين، اتعاون عليه رصين ملك ارام، والمملكة الارامية في الوقت ده كانت قوية جدا. فرصين اتعاون مع فقح ابن رماليا ملك مملكة اسرائيل، فمملكة اسرائيل مع مملكة ارام الاتنين اتعاونوا عايزين يروحوا يدمروا مملكة يهوذا. في التوقيت ده الرب أرسل إشعياء إلى أحاز. وإحنا دايما بنقول إن الرب بيدي الرائي أو النبي أفكار وأبعاد أبعد بكتير من شخصيته ومن الموقف. المهم أراح، شوف اللي حصل إيه بالظبط كده. أراح وبيقول له، يقول: قال الرب لإشعياء، آية 3: أخرج لملاقات أحاز. راح لأحاز، يجي في آية 4 يقول له: قل له احترز واهدأ. للأسف أحاز كان ملك شرير جدا، أراح لملك أرام علشان يدفع له الجزية ويعبد آلهته، وعايز ينقذ بأي وسيلة يجي يعاونه، لكن كل ده ما نفعش. بيقول له إشعياء: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بحمو غضب رصين وأرام ابن رماليا، لأن أرام تأمرت عليك بشر مع أفرايم. وبعدين يقول إيه؟ وقالوا مع بعض: نصعد إلى يهوذا نقوضها، نستفتحها لأنفسنا، نملك في وسطها ملكا. هيجيبوا ملك مختلف، كأن بيعملوا مؤامرة. لو خدت بالك للآيات دي بيعملوا مؤامرة ضد المخطط الأزلي الإلهي، لأن الرب يسوع جاي منين؟ من سبط يهوذا. فقح ابن رماليا يجي يتعاون مع ملك أرام، ورايحين عايزين يدمروا مملكة يهوذا، وهيشيلوا الملك ده ويملكوا ملك من بره خالص. طب ده وعد الرب إن المسيح هيجي من السبط ده، إن الملك هيفضل باستمرار من سبط يهوذا. وبعدين كمل يقول إيه؟ وبعدين يقول له: هكذا يقول السيد الرب، لا تقوم ولا تكون. مفيش مشورة تقف ضد مشيئة الله الأزلية وتثبت.
لازم تبطل. وبعدين يقول لأن رأس أرام دمشق، رأس دمشق رصين، في مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا. أفرايم ده مملكة إسرائيل اللي واقفة ضدك، خلال 65 سنة هتكون اتدمرت. وفعلا يا ميرفت بعد 65 سنة بالظبط، وأنا بقول ده لكل مشاهد، أهي نبوة قدامنا تمت بعد 65 سنة بالظبط، دخلوا السبي. متخيلة المملكة اللي هي مملكة إسرائيل. وبعدين يقول إيه؟ ورأس أفرايم السامرة، رأس السامرة ابن رماليا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. وبعدين رجع يقول له إيه؟ عاد الرب فكلم أحاز قائلا على لسان إشعياء، أطلب لنفسك آية من الرب إلهك. أطلب آية، شوف الرب بيقول له بنفسه، بياخد المبادرة، أطلب آية، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. قال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب. شوف الردود المايعة، الرب بنفسه بيقول لك أطلب، لكن هو ملك شرير، ملك ما يعرفش ربنا، ملك بعيد عن ربنا، عبر ابنه في النار، سجد لآلهة أخرى، وبيرد الرد ده. قال اسمعوا يا بيت داود، هو هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن أصبح الكلام هنا إيه؟ اتحول من أحاز تماما، وأصبح الكلام موجه لمين؟ للشعب كله. يعطيكم السيد نفسه آية. طالما هو مش عايز يطلب، وطالما هو في شره، السيد هيديكوا آية، أعظم آية للبشرية كلها. يقول يعطيكم آية، هل عذراء تحبل تلد ابنا تدعو اسمه عمانوئيل. ويبدأ يوصف، يبدأ يوصف، يرفض الشر يختار الخير، ويكمل عن الرب يسوع. طب لو احنا افترضنا لحضرتك بتقوله ده، طب ما كان بدل ما يتسمى يسوع كما بشر الملاك يوسف كان يتسمى عمانوئيل؟ يسوع، يسوع ده الاسم اللي هي جشوى بالعبري، يسوع هو يشوع بالعبري، وده معناها مخلص، واخد بالك؟ ده المخلص للبشرية كلها. لكن من أجمل التعليقات اللي قريتها لأبونا متى المسكين، يقول عمانوئيل لم يعد مجرد اسم أو لقب للرب يسوع، لكن أصبح عمانوئيل كيان وحقيقة وواقع، عاشوا الله. عمانوئيل الله معنا، مش اسم مش لقب، ده أصبح معنا وبصفة دائمة. يعني ده مش الاسم انه يسمى عمانوئيل ابدا، دي اللي هي مسره قلب الله ان يكون وسط شعبه. طيب في بعض التفاسير كلمه عذراء لا تعني الشابة التي لم تتزوج، تمام، ولكن ليها تعبيرات كتيره جدا. ايه اللي ربط العذراء اللي هنا؟ هما في بعض التفاسير انا هقول لك بتقول ان بعضها بتقول ان دي قد تكون مرات اشاعيا، بعضها بيقول لا دي قد تكون واحده لسه متجوزه بقالها سنه، لان عذراء، لكن احنا ربطناها بمريم العذراء. ازاي يعني؟ ازاي احنا عندنا في اللغه العبريه في كلمتين فعلا عن العذراء، في عندنا كلمه تترجم عذراء اسمها بتولاه، بتولاه دي عذراء لم تتزوج، وردت في تكوين 24-16، قضاة 11-37، ملوك الأول 1-2، لاويين 21-13. أنا بقول الشواهد علشان تفضل مع المشاهد. الكلمة الثانية علماء، وعلماء باللغة العبرية فتاة في عمر الزواج، أدي الكلمتين. علماء اللي هي فتاة في عمر الزواج هي الكلمة اللي فعلا جاية في إشعياء 7-14، لكن بنقول إن الروح القدس فضل يستعمل الكلمة دي، واخد بالك، علشان تبقى مقبولة في وقتها. لكن كان المعنى المضمون الضمني اللي فيها إن هي غير متزوجة. للدرجة أقول لك شيء أكتر، إن لما جم اليهود نفسهم يترجموا العهد القديم من العبرية إلى اليونانية، الترجمة اللي بنسميها الترجمة السبعينية، ترجموا كلمة علماء إلى بارثينوس. بارثينوس
عذراء لم تتزوج، عذراء هم أدركوا إن المعنى المقصود إن تكون عذراء. عشان كده كل المجتمع قبل ده أو اللي كان سائد هو ده، يعني اللي كان سائد في المجتمع كله إن المسيا سيأتي من عذراء لم تتزوج، واخد بالك؟ فده كان شيء معروف وشيء طبيعي جدا. طيب برضو في نفس في نفس الجزئية، يعني معلوماتي بتقول لي ان المرأة ملهاش اي مكانة خالص في اليهود، عند اليهود الى الحد ان البعض بيصلي بيقول له من ضمن صلواتهم بيشكر الله انه لم يخلق امرأة بل خلق رجل. طب يعني مش كان المسيح احسن له يجي في صورة يتجسد في صورة ليها يعني شبه كرامة ولا إنجاز التعبير، يعني عن إنه يولد من امرأة وهي ليس لها مكانة في الشعب اليهودي؟ ميرفت، عايز أقول لك لو إن حصل قد ده، قد يبدو سؤال غريب بس لو حصل ده كانت تظل المفاهيم السائدة المتخلفة تظل سائدة، إن المرأة ملهاش قيمة والمرأة ملهاش كرامة، رغم إن لا فرق عند الرب إطلاقا بين المرأة والرجل. يوم الرب صنع الإنسان، صنع الإنسان الرجل والمرأة، يوم قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا الرجل والمرأة، يوم ما اتكلم على إني في العهد الجديد إن الكنيسة كهنوت جميع المؤمنين الرجل والمرأة، يوم ما أعطى مواهب الروح القدس للرجل والمرأة. الأروع لما بنمسك سلسلة نسب المسيح في اسم في كام أربع امرأة؟ سيدات. أربع سيدات. عشان يقول لنا إيه؟ عشان يقول لنا إن المرأة زي الرجل. لما نقرأ قصة الميلاد في إنجيل لوقا نلاقي سمعان الشيخ وحنة النبية، مش الاتنين جنب بعض؟ جنب بعض. بل المرأة حتى في صلب العهد القديم، وما أنا ليه بقول لك إن اليهود دايما عندهم نظرة متخلفة، إن في العهد القديم شوف نظرتهم إن المرأة لا تعد وغيره وغيره، لكن عندنا حنة النبية دبورة كانت إيه؟ قاضية. عندنا في العهد القديم رعوس، عندنا أستير. إيه ده؟ إيه النماذج والنوعيات الضخمة العظيمة دي بكل خدمتها وبكل إيه ده؟ يعني هو جاي عشان يرفع، يعني مش جاي أصلا يعني، لكن بيرفع من قيمة المرأة. طبعاً هندخل للعمق اكتر. احنا هو خلاص جه من عذراء وحبل بها في الروح من الروح القدس. يعني بيقال ان المسيح هو ابن الله او ويقال ايضا وهو الله. تمام. الله الظاهر في الجسد. أيوة. يوحنا بيقول الله. أيوة. الكلمه كان جسدا وحل بيننا، بيقول الله الظاهر في الجسد. لما المسيح اتجسد وجي على الارض في بطن العذراء، يعني هو ازاي اصلا فكره الولاده؟ وما في ناس كتير قوي بتقول دي خطيه، يعني اللي بيحصل في عمليه الولاده وما كده، فدي اصلا بيعتبروها ان دي اهانه. وان تخطينا هذه المرحله فاين كان الله وقت التجسد لما اتولد من العذراء وهو طفل ما يقدرش يحكم الكون؟ وفوق كان في مين؟ كان فاضي ولا؟ الكتاب المقدس بيعلن لينا ان الله بيقول اما املا انا السماء والارض، يملا السماء والارض. بيقول الله روح، الله روح بيملا السماء والارض، موجود في كل مكان، موجود في كل زمان. هذا الاله القدير العظيم اللي مالي كل الكون، هل من الصعب عليه ان يظهر في صورة طفل؟ واخد بالك؟ كونه ظهر في صورة طفل مش معناها ان السماء فضيت من الوجود الالهي. الله موجود كما هو بكامل وجوده وسلطانه على كل الكون، وفي ذات الوقت ظهر في صورة انسان. ده ما يحدش ده بالمرة. انا قلتها في مرة وهقولها تاني وهفضل اقولها باختصار، لو انا انسان اهو قدامك، لو انا قادر على كل شيء، يعني عندي كل القدرة قادر على كل شيء، هل من الصعب عليا ان وانا قاعد معاكي اكون انا الوقتي اظهر بصوره معينه في اليمن؟ اظهر باي صوره انا عايزها لو انا قادر. ده في سلطان الله ولا يحد
الله كان في المسيح في الجسد، لكنه هو يملأ الكون ومسيطر على كل الكون. يعني احنا ممكن مثلا نقول، انا بسأل حضرتك، زي الله لما ظهر لموسى في العلية على هيئة نار، دي صورة. صورة من صور الظهور. هل الله كان موجود كده وخلاص خلى الكون من الله؟ واخد بالك؟ ولا هو برضو موجود في كل الكون؟ طب احنا هنعمل حلقة برضو عن كل الروح وفي القدس، كل زمان. يعني الامتلاء وايه الموضوع ده. طب خلينا احنا لسه في نفس الخط ده، لما تجسد كان جسده زينا كده ولا كان ليه طبيعة مختلفة عن الجسد بتاعنا؟ وهل الطبيعة بتاعته دي اختلفت لو افترضنا بعد القيامة، او هل الطبيعة دي بتتغير ولا ايه بالظبط؟ ده كويس انك سألتيني السؤال ده، لانه سؤال مهم جدا جدا. هقول حاجة مهمة جدا. عارفة يا ميرفت، زي ما ظهرت في تاريخ الكنيسة بدع تنكر إلهية المسيح، على رأسها بدعة أريوس اللي بينكر إلهيته. طب ممكن تقول لنا حاجة عن بدعة أريوس بس عشان المستمع لأول مرة يسمع؟ أريوس كان كاهن ليبي وأنكر، إحنا بنقولها إجمالا أنه أنكر لاهوت المسيح، يعني بس لكن هو قال أن الإبن غير مساوي للآب في الجوهر، غير مساوي للآب في الجوهر، وأنه الإبن مش موجود منذ الأزل. اللي موجود منذ الأزل هو الله، لكن المسيح مش موجود وغير مساوي للآب في الجوهر. دي بدعة من البدع. ظهرت ناس تاني وقالت بدع تانية، إنكار ناسوت المسيح. يعني إنكار لاهوت المسيح بدعة وإنكار ناسوت المسيح بدعة. كان فيها بدعة اسمها الدوسيتية أو الدوسيتيزم، دول كانوا بينكروا ناسوت المسيح. واحد كان اسمه فالنتينوس منهم، من المجموعة دي، كان بينكر ناسوت المسيح الجسد الفعلي. لو أنكرنا ناسوت المسيح، الغنوصية كانت بتنكر، الفلسفة الغنوصية كانت بتنكر ناسوت المسيح، إن يقولوا إزاي الكلمة اللوجوس يحل فيه الجسد البشري، الجسد ده شر في وجهة نظرهم، فإزاي اللوجوس يحل في ده؟ فكانوا بينكروا ناسوته. دي بدع بتنكر. لو أنكرنا الناسوت، البدع دي اللي أنكرت، قالوا إن كان بيبدو إن هو جعان، يبدو إن هو بيتألم، يبدو، لكن مش تألم حقيقي. تبقى كل قصة الخلاص تمثيلية. المسيح كان إنسان فعلي، جسد فعلي ولحم ودم فعلي، وكان إله كامل وإنسان كامل. اللي ينكر لاهوته بدعة، اللي ينكر ناسوته بدعة، هو إنسان كامل وهو إله كامل في ذات الوقت بالتساوي. لما أجي للجزئية بتاعت جسد المسيح بعد القيامة، أؤكد ليكي إن جسد المسيح زي قبل القيامة زي بعد القيامة، وهو موجود على الجسد وموجود في الأرض، في الأرض، إن الجسد كان هو نفس الجسد. وأنا قلت قبل كده، هقول ثلاث حاجات بسرعة، إن آثار المسامير بقيت كما هي، بقيت كما هي. وقال لهم، يعني قال لتوما هات يدك وشوف، هتلاقي أثار المسامير. بص معايا في لوقا 24:36، لوقا 24 آية من الآيات المهمة جدا بعد القيامة. لوقا 24:36 يقول الكلمات الآتية، يقول كده: وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال سلام لكم. لوقا 24 ده بعد القيامة، 36 بعد القيامة. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، لأن كل التوقعات والتصورات، واحد مات بيظهر إزاي؟ يقول إيه؟ قال لهم: ما بالكم مضطربين؟ لماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. لما يقول ليس له لحم وعظام كما ترون لي، أنا بقول تاني لوقا 24:39، يبقى إذن كان ليه لحم وعظام بعد القيامة ولا لا؟ لحم وعظام، إنه ما كانش روح ولا لا؟ ده كان جسد حقيقي له لحم وله عظام. فمرة تانية أكل معاهم سمك بعد القيامة، وليه لحم وليه عظام بالكامل. في يوحنا 20 نفخ فيهم وقال اقبلوا الروح، وهو واقف وسطيهم. ده جسد المسيح. لما نيجي نقول ايه، الناس تيجي تقول امال ازاي دخل والابواب مغلقه، دايما الناس تقول كده، تسال كده.
نفس قصة دخل ولا باب مغلقة، دي قدرته المعجزية زي ما مشي على المية. في حلقة عن القيامة هنناقش فيها كل الكلام ده. ولا دي، لكن دي قدرته المعجزية، قدرته المعجزية. الناس تسأل تقول ازاي قال مريم لا تلمسيني، لكن لو بصوا في متى 28 وآية 9، لو بصيت معايا في متى 28 وآية 9 وبيحكيها البشير متى بطريقة تانية، في متى 28 وآية 9 لما راحوا المريمات، وانا بأكد تاني المريمات مش ملمسوش، في متى 28 وآية 9 آية 6 الملاك بيقولهم ليس هو هنا لأنه قام كما قال، آية 9 يقول ايه عن المريمات، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه، إذا يسوع لاقهما وقال سلام لكما، فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له. أمسكت بقدميه وسجدت له. أنا يعني برضو في نفس الحوار وخط الحوار، لو فتحنا في كلوسي 1:15 بيقول كده الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. تمام. حضرتك بتقول انه يعني ازاي بكر كل خليقة، ده معناها ان الله يعني ما كانش موجود قبل كده وبس كان موجود، او المسيح ما كانش موجود اتوجد بس وقت لما اتولد من عذراء، هو بكر. طيب ما هو يعني ايه بكر كل خليقة؟ إيه يعني اتولد. نيجي لآية 15 من كلوسي يعني واحد. لا حضرت الاسيس بس ثواني لو سمحت عشان دي عليها برضو مسار قوي. يعني ده معناها ان هو ما كانش ازلي. صورة الله غير المنظور. أيوة. بكر كل خليقة. تمام؟ يعني ده هو ما كانش موجود من الأزل. عارفة الناس اللي بتتلكك وبتمسك كلمة؟ طب أنا دلوقتي بتلكك. لا مش انتي. سوري مش انتي. أنا أسأل كل واحد مرات يقول ايه أدي آية بتقول، طب أنا هسأل سؤال. اللي بيجي في ذهننا إن كلمة بكر بنفس المفهوم الشائع بتاعنا، تقولي أصل فلان ده بكري الطفل الأول، ده البكر هو الطفل الأول. الكتاب لما استخدم كلمة بكر ما استخدمهاش أبدا عن الطفل، استخدمها لكن مش في كل المرات عن الطفل الأول إطلاقا. لا تعني أولا لما يقول بكر كل خليقة، هو المسيح بكر كل خليقة؟ طب إيه معناه؟ لكن لو أنا بسأل كل واحد من السادة المشاهدين، يعني إيه معناه؟ هل المسيح بكر كل خليقة؟ ده آدم بكر كل خليقة صح؟ بكر كل خليقة مين؟ آدم بحسب المنطق البشري الطبيعي. لو أنا سألت أي واحد وأقول له مين بكر كل خليقة؟ آدم أول مخلوقين. بكر كل خليقة يعني. تمام؟ يعني لما نيجي نقول بقى كلمة بكر معناها إيه؟ كلمة بكر كلمة يونانية اسمها بروتوكوس، والكلمة بروتوكوس لا تعني الأسبقية في الزمن، لكن بكر تعني الأفضلية، الأفضل، رأس كل خليقة، مصدر كل خليقة، سيد كل خليقة. ده المعنى أصلا بتاع كلمة بكر، للدرجة أقولك النبوة في مزمور 89 آية 27 بتقول عن المسيح الجملة الآتية، أنا أجعله بكرا، أنا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. شايفة بكرا هنا جايب معنى إيه؟ بكرا أعلى من ملوك الأرض. عبرانيين 1:6 متى أدخل البكر إلى العالم؟ طب إزاي بكر ويدخل إلى العالم؟ هنا بتكلم عن التجسد. ولما يقول بكر مش أول خليقة، ده آدم أول خليقة، لكن لما يقول بكر كل خليقة، رأس كل خليقة، مصدر كل خليقة، مش يوحنا بيقول كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان؟ طب مش يوحنا 1:10 بيقول كان في العالم وكون العالم به؟ عبرانيين 1:2 يقول الذي به أيضا عمل العالمين. فيقول متى أدخل البكر إلى العالم، يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. بكر كل خليقة هو مصدر كل خليقة. طيب رأس كل خليقة، سيد كل الخليقة. حضرتك قلت أن البكر الخليقة آدم بكر أول خليقة، وهنا مكتوب عن بكر الخليقة المسيح وآدم من غير أب والمسيح من غير أب. طب ما انا اعبد ادم. الفرق كبير بين ادم والمسيح. ادم هو اول المخلوقات، فكان من الطبيعي ان يولد بدون اب بدون ام، لكن الوحيد في كل الخليقه اللي ولد
بلا أب بشري هو المسيح. المنطق الطبيعي لما يكون واحد هيبدأ مشروع الخلق ما فيش قدامه أي كائن من الجنس البشري يخلقه إزاي؟ آدم خلق من تراب، لكن المسيح خلق بالروح القدس. الفرق كبير، ده خلق من تراب، ده من الروح القدس، ده بلا أب وبلا أم لأن ما فيش ناس أصلا، لكن ده وسط كل الناس الروح القدس يحل في بطن العذراء مريم وتلد ابنا. فمش ده زي ده، وسط كل البشرية في حد جه بلا أب، ما فيش إلا المسيح، إلا المسيح فقط. حتى القسيس احنا بنشكرك على هذه المعلومات القيمة اللي فعلا أضاءت لنا نور في نبوة ستلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الله معانا في كل وقت، هو ما بيسيبناش. بس انت اسأل نفسك، هو انت قريب منه ولا في حاجات بعدك عنه؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أضواء على النبوات.